السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله، بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالجميع اللي دخلوا جداد مع اللي كانوا قدام. الدار داركم وانتم مالين الدار، ومرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندي. هاد النهار غادي نقدم لكم ماسك، ثلاثة نتاع الماسكات فيديو واحد باش ما نطولش عليكم. كل مرة ندير لكم فيديو جمعتهم لكم في ثلاثة ديال الماسكات فيديو واحد، نتمنى تقعدوا من معايا للاخير. هذا القماش، هذا اللي خاصكم ديروه الاول حاجة، تبداو بهاد القماش نتاع القهوة وسنيدة، وراه كل شيء غني على التعريف. نبداو يعني ديروا نفس القياس نتاع السنيدة، هو نفس القياس نتاع القهوة بودغ. انا ديت معلقة قهوة معلقة سنيدة. الحامض غير الناس اللي وجوهاتهم يدمين، اللي وجوهاتهم ناشفين ولا عندهم شي حساسية يستغناو عليه ويعودوه بمعلقة نتاع مازهر ولا ماورد. نحتاجو هنايا كيما شفتو معايا هاد القماش، تقدروا دي اصلا ديروه هو الاول للوجه ويصلح للجسم كامل. تقدروا ديروه بحال هكا وديوه معكم في قريعه صغيره وتاخدوه معكم للحمام، ديروه وتحكوا وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. هاد القماش راه ما شاء الله عليه مليح لليدين، للوجه، للجسم كامل، يعني كيغديه بواحد يعني بواحد الطريقه ما تصوروش. جربوه والله ما غادي تندموا، اقسم بالله العلي العظيم، وهاد النهار ما غاديش تندموا. هنا اختاريت معلقه يعني باش تعرفوا القياس الا كنتوا بزاف ولا الجسم تاعكم، يعني نفس العبار، معلقه قهوه معلقه سكر معلقه عسل ونص حامضه. الناس اللي البشره ديالهم عفوا مزيت مدمه، لكن اللي الوجه ديالهم جاف ولا عندهم شي حساسيه ولا، يستغناو على الحامض. هنا ديت غير واحد الرشات نتاع ماورد. هذا الماسك الزاوج للشعر، هذا للشعر كاين كيصلح لجميع انواع الشعر، سواء جافه او مدمه او عندها تحت الا دايرين شي كولوغا ولا، ما تخافوش منه. هنا عندي زيت فيرج، زيت زيتون فيرج، يعني زيت زيتون مسوس ما فيش الملح. هنا عندي معلقه نتاع الخرقوم، الخرقوم راه ما شاء الله عليكم كتعرفوا المزايا ديالو. هنا عندي بنانة اللي غادي نستعمل غير نص ديالها، وغادي ندير نص صخور في فيديو اخر للوجه. ولا كنتو بزاف يعني تقدرون، نعتذر على التصوير، كنت غير انا نصور بيد وحده، داكشي علاش اللي درت لكم هذا الشيء. شوفوا البنان خاصكم تخليوه حتى يقدام، انا عمت انني نخليه هكا يقدام، ومن الداخل راه ما يخسرش. درت نص بنانه، كاس ديال العسل، كاس ما عامرش ديال زيت الزيتون. هذا ماسك لترطيب الشعر، يرطبه ويغديه كما كان حافظوا على الوجه، ما نساوش الشعر حتى هو. ومعلقه خرقوم، الناس اللي بغاو معلقه زبده مسوسه ما فيهاش الملح، بحراره المطبخ. اعتذر منكم على هذا التصوير، يعني كنت ما عنديش الادوات التصوير وغير بالبورتاب كنصور، وبنتي كانت مشغوله شويه باش تصور لي، وجناتني بيني وبينكم، وانا نقول لها نصور ما محتاجاتكش نصور بوحدي. وهذوك هي اللي نعتذر منكم، راكو عزاز وغاليين وفي وجهكم يفوت كل شيء. وهاد الماسكات صوبتهم ودرتهم انا راسي، انا ما كنجيب لكم شي حاجه ما نكونش مجربها في راسي حتى نجربها في راسي. وهاد الماسكات كاملين راهم غنيين على التعريف، انا غير بغيت نشارككم مع المشاهدين ديالي. الا كان شي واحد فيهم ما عارفاش ولا، هذا راه يصلح للعرايسات. حنايا عندنا في المغرب العرايسات قبل ما يتزوجوا يعني في ديك الاسبوع كيعتنيو بهم، وانا بيني وبينكم ماشي غير العرايسات اللي يعتنيو بهم، حتى حنا محتاجين نعتنيو براسنا ومحتاجين نكونوا عرايسات يوميا، ماشي ضروري غير صافي نتزوجوا نديروا ولادنا نساو راسنا. لا، راه الا ما اهتمناش براسنا حنا ما كاش اللي يهتم بينا وما كاش اللي يفكر فينا. كما شفتوا ها هو جا شويه خفيف، غادي نزيد ديك البنانه الاخرى ونولي نطحنو. لحقاش لقيت بنانه اخرى، انا كنت دايره جوج بنانات، لكن وحده لقيت بنتي دارتها في الفريجيدار وما شتهاش، وانا قلت غير وحده نستعملها بجوج ماسكات. المهم زدت هذيك البنانه وليت طحنت، كما شفتوا هنايا راه الخليط تبدل. هذا بالنسبه للوصفه الزوجه للشعر، وغادي نوريكم الوصفه نتاع الوجه. هنا نبداو على بركة الله بعد الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصفه الثالثه وهي الاخيره للوجه. هنا كما شفتوا ماورد راه غني على التعريف،
العسل كذلك. هنا عندي النشا اللي هي مايزينا، هنا عندي البنان هو النص هذا نزيد الاخر. هنايا عندي ياغورت مسوس يعني دانون ناتور، وعندي هنا نص حامضه كذلك. كما قلت لكم الناس اللي وجوهاتهم جافه يحاولوا حتى يبعدوا من الحامض، هو راه مليح وقبيح في نفس الوقت. المهم انا خديت هنا غير يعني ما كاملاش معلقه كبيره كما شفتوا هنايا، عصرتها عشوائيه يعني عيني ميزاني. هنا عندي معلقه ديال مايزينا ولا دقيق الدورة، وكاين اللي يقولوا نشا، وهو رايح يعني غير الاسماء كتخالف ولكن يعني نفس الماده. هنا عندي العسل، معلقه عسل. هنا عندي واحد الرشات ماء ورد، واللي ما عندوش ماء ورد يعودوا بما زهر، يعني كلهم مزيانين للوجه. وحتى الا بغيتوا تتكملوا تكونوا غادي تنعسوا وتغسلوا وجوهاتكم، ما بغيتوا ديروا شي نهار ما تبغوا ديروا حتى شي كريمه، رشوا غير شي شات هكاك على وجوهاتكم راه مزيان الماء ورد بوحدو. هنا البانه كما شفتوا كنخليوه كيطيب، شحال ما طاب كتكون فيه واحد الماده بحال الجيلاتين وكيكون مرطب اصلا هو بوحدو الا دهنتوا به وجوهاتكم، ما محتاج حتى لشي حاجه اضافيه. هنا من بعد ما خلطت هذاك الحامض مع هذاك النشا، هنا عندي الحليب غبرة هو اللي احتاجيت منه جوج ديال المعالق عامرين مزيان، تقدروا تعوضوه بالحليب عادي اللي ما عندوش الحليب غبرة، لكن حتى هو راه عنده فوائد كبيرة. انا غادي نستعمل الخلاط باش نخلط وما نطولش عليكم في الفيديو، تقدروا ديروا فرشيطه كما وريتكم هنا، غادي نوريكم تقدروا اللي ما عندوش الخلاط يستعمل فرشيطه حتى هي كتصلح. واش هي بحكم التصوير ما بغيتش نطول عليكم، اللي غادي نستعن بعد الله سبحانه عز وجل غادي نستعمل الخلاط كهربائي باش ما يجيكش الفيديو طويل بزاف. ها هو كي شفتوا معايا هنايا، من بعد اول حاجه خاصكم ديروها راني هنا نطحن ونشرح لكم في نفس الوقت، اول حاجه خاصكم ديروها الوجه هو داك القماش بالقهوه. من بعد ما تديروه تحكوا مزيان مزيان كاع الاطراف اللي في الوجه ديالكم حساسه ولا اي، مهم القهوه ما تخافوش راه غادي لكم واحد القماش، وفي نفس الوقت كتخلي الخلايا نتاع الوجه كتحييها يعني بحال الشكل دوران الدم هذيك القهوه. عادي تجربوها عادي تعرفوا القصد ديالي وشنو هو. من بعد ما تكملوا غسلوا وجوهات، غسلوا وجهكم بالماء دافي عادي ومسحوه نشفوه مزيان، وديروا هذا الماسك هذا يعني في خطره، ماشي انا هنا غادي نسي على اليد كما شفتوا هنا راني كنت درت القهوه في الاول، واقيلا راكم شفتوها ولا مازال والله ماني عارفه. هذا هو شوفوا كيفاش كيجي اصلا، كيجي اصلا بحاله بحال، انا نعتذر منكم راني في المونتاج وقيلا ما بينت لكمش القهوه فاش الحق انا درت القهوه هي الاولى، وهذا من بعد كتخليوه على الوجه شحال ما خليتو يعني ما فيه حتى شي حاجه اللي كتضركم، كلشي من فوائد الوجه. من الاحسن ديروه 20 دقيقه وغسلو وردوا عليا الخبر في الكومنتار، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ومرحبا بالناس اللي دخلوا جداد ومرحبا بالناس اللي كانوا قدام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.